بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم بنتكلم النهاردة عن الاحتراق حواف او الورق او حواف الاوراق بتاعة نبات الخيار الناس التقليديين بيقولوا عليها بوتاسيوم وملوحة والكلام ده اوكي مفيش اي مشكل خالص انا معاك ولكن يبدو ان احنا يعني بس عشان تبقى مهندس مميز او مزارع مميز لابد تكبر الافاق بتاعة المخ بتاعك وتدخل للعالمية سيبك من الشغل المحلي تمام لما تكون عالمي يبقى لازم وانت داخل كده هو تسال الراجل صاحب الارض بتاعتك او الموقع اللي انت فيه طب الملوحه عندكم كام يا جماعه طيب النهارده انتم آه الـ الـ انا والله ما قيسش الملوحه طب انت بتقدر تشرب الميه دي طب انت ما بتقدرش تشرب طب ممكن تعمل بيها كوبايه شاي بيتغير اللون بتاع الشاي بتاعك لما بتعمل كل الحاجات ده هي بتتاخد في الحسبان تمام ده لو عايز تبقى يعني تمام فالاساس الملوحه طيب والاساس الثاني برضه نقص بوتاسيوم تمام طيب الملوحة ليه؟ لأن النبات بيمتص أصبح المية الأرض فيها ملح أو المية فيها ملح زاد التركيز بتاعة الأملاح النبات كده كده بيمتص المية بتاعته وبينتح المية آه بتلاقي الصبح كده الورقة عليها مية طيب المية دي جت منين؟ جت من متح بتاع النبات طيب النبات لما بينتح الميه الميه دي بتبقى على الورقه الورقه بتتحرك الميه بتتحرك من نص الورقه للحواف بتاعه الورقه تمام من نص الورقه الميه بتنزل بسرعه بس على الحواف بتقف فتره كبيره بتقف فتره كبيره مع تركيز الاملاح وبالتالي بتسبب لي الحروق اللي هي على الاوراق تمام طيب لما النبات بنبقى داخلين على مرحلة جمع أو تقل عليه الجمع وابتدى الجمع آه النهاردة عمال يمتص في البوتاسيوم الجمع اللي انت بتجمعه أو الثمار اللي انت بتجمعها عمالة بتمتص البوتاسيوم وانت ما بتزودش إذا فحصل احتراق نتيجة لنقص البوتاسيوم عندك مش واحد لسه أول امبارح لسه نائل ال نائل الـ الـ النبات بتاعه من المشتل وحطه في الارض يا باش مهندس ده انا عندي نقص بوتاسيوم بنقص بوتاسيوم ايه لو النبات لسه ناقلينه من اربع خمس ايام ولا من اسبوع ولا حتى من 15 يوم يا اخي ربنا يوعدك ب كيلو بوتاسيوم على هيئه سلفات يتحطوا في عينك دي و كيلو بوتاسيوم على هيئه نطرات بوتاسيوم يتحطوا في عينك دي عشان ما عادش تشوف خالص وتريحنا منك تمام بوتاسيوم اللي هينقص لسه وانت لسه ناقي من المشتل والله الواحد بيشوف حاجات بيتجنن يعني في حاجات بتجنن الانسان يعني خليك يعني يا عم اهدى واسمع الاول طالما ما انت ما انتش متخصص اسمع طول الاستماع والله هيفيدك والله العظيم هيفيدك كان ليا مدير زمان يقول لي اسمع اسمع ما تتكلمش خالص طول ما انت صغير ما تتكلمش اسمع وبس ما تبديش حتى رايك حتى لو الدنيا خربت قدامك اسمع وخلاص ودايما حتى واحنا كبار اللي بيسمع اكتر بيستفاد اكتر وبيحترم اكتر كمان تمام ما تبقاش زي بتاع كده كلمه تجيبك كلمه توديك دي الاساس فيها طيب لو انا رشيت رشه سماد ورق يا جماعه ودايما في التسميد الورقي بنقوله ما تعيدوش على النبات مرتين هي مره واحده بس يعني انت رشيت البيت بتاعك فضل 100 ما بتا... تعيدش عليه ليه لان انت بتزود التركيز على النبات للضعف انت رشيت رشه وخلاص وحطيت ال... الدوز او الجرعه بتاعتك المظبوطه ما تحطش تاني او ما تعيدش عليه تاني ليه لان الكيماوي اللي انت بتحطه ده عباره عن ايه عن املاح هتعمل نفس قصه ال... 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 الامتصاص بتاعة النبات من الجدر نفسه يعني النبات امتص من الجدر خد الاملاح وعمل الحكايه دي واتبخر النبات اللي على هيئه ميه بملح وابتدى يحرق للحواف طب انت النهارده عندك نبات عدت عليه رش مرتين بتركيزات مثلا انت حاطط اه اه حاطط عشرينات مثلا بمعدل أربعة جرام في اللتر تمام اذا فانت لما بتعيد عليه كانك حطيت 8 جرام في اللتر هيحرق ولا مش هيحرق هيحرق آه ديا من ضمن الأسباب ليه ما هو الكيماوي هو الملح ما هو الأسمدة ديا دي عبارة عن ملح يا جماعة تمام طيب هنيجي تاني حضرتك برضو رشيت رشة وجت تقيلة شوية رشة واحدة بس فيها عناصر صغرى وكبرى واحماض امينيه وانت عاكك الدنيا مع حشري مع ما عرفتش ايه ومظبط حالك تمام التمام وقمت رشش الرشه هتعمل لك برضو احتراق في الحواف بس دية القمة النامية هتتأثر معاك برضو يعني دي القمة النامية مع ديا هتتأثر معاك تمام طيب لو عندك نقص اساسا الحركه دي من نقص بوتاسيوم مش هتجيلك في الاول هتجيلك في نص الزرع كده وانت شغال تمام التمام ومكبر دماغك الخيار غالي وعمال بتجمع كبرت دماغك عن التسميد وعمال بتقبض في فلوس وكبرت دماغك عن البيت بتاعك وسبته يضرب يقلب طب ما هو اصبحت من نقص البوتاسيوم عندك يبقى عرفنا في كذا سبب ممكن يكون قد تكون ملوحه ميه الري قد يكون ملوحه التربه نفسها قد تكون انت اصرفت في التسميد نفسه يعني في التسميد نفسه انت قمت حاطط شكاره 20 ولا 15 كيلو لسي مكان ما محدد او عدد نباتات محدد يعني حطيت له 10 كيلو سي يعني وال10 كيلو دول ما قمتش ضفت ميه كتير اذا فانت عملت الروت زون او منطقه الجذور عملتها عباره عن ملح بدل ما انت عندك ارضك تمام وميه الري عندك تمام بس انت اللي عملت ملوحه مصطنعه انت اللي صنعت بنفسك الملوحه وقمت مديها النبات ليه انا عملتها يا باشمهندس ما انت حطيت كيماوي كتير وما حطيتش كميه ميه تضاهي الكيماوي ده هو تضاهي الكيماوي ده هو اذا فانت برضو لو برنامج التسميد بتاعك قوي والميه بتاعتك قليله أه هتعمل نفس القصة لذلك احنا بنقول الجماعة بتوع الأرض الطينية طالما ما بترويش كتير أو مية كتير تضاهي أو تعمل إزابة لكمية الأسمدة اللي انت حاططها أو ما ترفعش الـ 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 نسبة الـ الـ ما ترفعش نسبة الاملاح عندك عشان ما تعملش كده لابد ان حضرتك ترش اسمدة ورقية عشان ما تكترش التسميد والميه بتاعتك عند في منطقة الجذور ضعيفة او مش مضاهية لكمية الاسمدة اللي احنا بنستخدمها لان دي يا جماعة تحطها في بالنا وكويس جدا 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 تاخد بالك من مية الري قد تسبب ملوحة لو قد تسبب احتراق الأرض بتاعتك، معدل التسميد نفسه لو ضفت أسمده كتيره قد تؤدي لكده، التسميد الورقي قد يؤدي لكده بتركيزات عاليه تؤدي لكده، قد يؤدي نقص عنصر البوتاسيوم لنفس الطريقه، بشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.